هذه أول زيارة كيقوم بها صديقي وزميلي ستانلي كاسانغو كاكوبا وزير خارجية زامبيا إلى المملكة المغربية منذ تعيينه هذه 3 سنوات. فهي زيارة مهمة تأتي في إطار دينامية إيجابية للعلاقة الثنائية منذ زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى لوساكا في 2017 والتوقيع على 19 الاتفاقية الثنائية. العلاقة شهدت واحد التطور إيجابي منذ ذلك التاريخ، واليوم في إطار هذه الزيارة اللي كيقوم بها معالي الوزير جا حامل لرسالة من فخامة الرئيس هوكايدي هيشيليما إلى جلالة الملك محمد السادس، والزيارة والرسالة تؤكد على قوة العلاقة الثنائية والرغبة في أنها تدخل في مرحلة جديدة أكثر قوة وأكثر متانة. العلاقة بيناتنا قائمة على الاحترام المتبادل وعلى التضامن وعلى الصداقة الحقيقية، واليوم بفضل تعليمات جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس هيشيليما كاينة إرادة باش أنها تصبح شراكة اقتصادية قوية بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا. وفي هذا الإطار اتفقنا على مجموعة من النقاط، أهمها أن يكون هناك تعاون قوي في المجال الفلاحي، في مجال الأسمدة، في المجال الصناعي، وكاين تجربة للمملكة المغربية في مجال صناعة السيارات اللي تكون مفيدة كذلك لزامبيا، وفي مجال القطاعي من خلال دعم أو تشجيع الزيارات بين القطاعات الوزارية المختلفة، خاصة في مجال المعادن، في المجال الفلاحي، في مجال السياحة، وفي المجال الصحة، وفي المجال الصناعي. كاين هناك تبادل أو العلاقات إنسانية قوية. المغرب كيمنح أكثر حوالي 100 منحة دراسية للطلبة من زامبيا في كل المجالات، سواء في التعليم الأكاديمي أو في التعليم المهني، في التكوين المهني. وغادي تعزز هاد العلاقة في مجال التكوين كذلك من خلال الزيارات في مجال التعاون التقني learning visits. وفي الشهر الماضي كانت زيارة في هذا الإطار هذا لوفد من وزارة الصحة لزامبيا اللي زار المغرب وطالع وكان نقاش مع وزارة الصحة المغربية لتطوير التعاون كذلك في هذا المجال. وفق رؤية جلالة الملك هذه العلاقة اللي هي علاقة قوية على المستوى السياسي والدبلوماسي، وشفنا المواقف البناءة لزامبيا من قضية الوحدة الترابية المغربية منذ سحب الاعتراف في 2016 وفتح القنصلية في 2020، واللي هي مواقف تكررت كذلك في مجموعة من المناسبات وفي المنتديات الإفريقية والإقليمية. اليوم كيفاش نبنيو على هذه العلاقة السياسية الصلبة شراكة اقتصادية مهمة يشارك فيها كل فاعلين الاقتصاديين. ولهذا فمعالي الوزير عنده لقاءات مع القطاع البنكي، مع القطاع القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال في المغرب، وعنده كذلك لقاءات في مجال الموانئ وفي مجال الصناعي، واللي كلها كتجي في إطار هذه الرغبة في أن يكون هناك واحد المكون اقتصادي مهم في علاقتنا الثنائية. اتفقنا كذلك على أن نعزز التنسيق بيننا
حول القضايا الإقليمية وخاصة في القارة الإفريقية. زامبيا هي قطب استقرار مهم في منطقة جنوب إفريقيا وفي منطقة الصديق، وهي واحد الفاعل اللي عنده يحظى بالاحترام من خلال سياسته الخارجية المتوازنة ودوره المهم في استتباب الأمن والاستقرار على مستوى هذا الجزء من القارة الإفريقية. المغرب يتابع كل الإصلاحات وكل القرارات الاقتصادية المهمة اللي خداها فخامة الرئيس هيشي ليما منذ توليه رئاسة هذا البلد الإفريقي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ولإعادة الثقة للمستثمرين والمانحين الأجانب. والمغرب يثمن كل ما قام به فخامة الرئيس في هذا الإطار. زامبيا كذلك فاعل أساسي على مستوى الأمن والاستقرار في ذاك المنطقة، اللي كتعرف مجموعة من التحديات الأمنية والتواجد لمجموعات إرهابية، وبالتالي فدور زامبيا هو دور أساسي كعنصر استقرار وعنصر أمن في تلك المنطقة. إذن فهي زيارة مهمة اللي كيقوم بها أخي معالي الوزير ستانلي إلى المملكة المغربية، والأساسي هو ما اتفقنا عليه من تنفيذ لتعليمات جلالة الملك وفخامة الرئيس لجعل هذه الشراكة أقوى، جعلها متنوعة، وجعل الجانب الاقتصادي والجانب السياسي كيمشيو بنفس القوة وبنفس الطموح. مرة أخرى شكرا على هذه الزيارة معالي الأخ، وأكيد أنها ستكون نقطة انطلاق لتقوية العلاقة في كل المجالات. شكرا. وفي هذا الصدد نحن اتفقنا ثنائيا على أنه سوف نحدد وقتا للالتقاء في لوساكا بالنسبة للجنة الدائمة في لوساكا لتعزيز شراكتنا. وأود أن أقول أيضا بأن علاقتنا السياسية فيما بين بلدكم وبلدنا ليس بالأمر الجديد، أنتم لديكم تمثيلية في لوساكا ونحن لدينا تمثيلية هنا في الرباط، وزامبيا هي إحدى البلدان في منطقة جنوب إفريقيا التي لها مكتب في العيون، والسيد الوزير تعرفون من هذا مؤشر على دعم زامبيا فيما يخص قضية الصحراء ولكل المجهودات التي ما فتئتم تبذلونها في إطار الأمم المتحدة. ونؤكد بأن الاتفاق الذي تم إبرامه في 2007 فزامبيا تريد أن تثبت هذا الموقف وتؤكد عليه مجددا. هذا ليس بالموقف الجديد بل هو مقصود من جهتنا ولكم دعمنا وعلا. وذلك إحدى الأشياء التي نود أن ننجزها هي أيضا المضي قدما في الدبلوماسية الاقتصادية فيما يخص علاقتنا لإذكاء مزيد من الدعم في إطار السياسة الذي نحن ننعم فيه فيما بيننا. وتماشيا مع ذلك ما نريد أن نراه هو أن الأشياء التي نتمنها والتي تمكنت من تحقيقها أنتم كشعب وكحكومة، قضايا ذات صلة بالإنجازات التي قمتم بها في القطاع الفلاحي والزراعي، قدرتكم على إنتاج على مستوى هائل الأسمدة، وهذا أمر نتمنه ونقدره. واتفقنا مع أخي وزير بوريتا بأننا علينا أن ننظر في إمكانيات أن تكون لدينا مقاولات مشتركة في لوساكا لنستفيد منكم ومن خبرتكم، لأن هناك فرص كبيرة متاحة لدينا امتياز جغرافي. فزامبيا هي محاطة بجيران ونرى ذلك بأنها فرصة، وزامبيا ينبغي أن ينظر إليها بشكل جيد، وليس فقط أن ننظر إلى زامبيا كبلد بل ينبغي أن ننظر إلى زامبيا على أنها في منطقة كبيرة في لتصدير المواد والأسمدة أيضا للمنطقة برمتها، فهذا سوق كبيرة. وهو بلد أيضا يثمن الإنجازات التي قمتم بها خصوصا فيما يخص إنتاج السيارات، فأنتم رائدون في هذا المجال ونود أن نعمل بشكل وثيق معكم في هذا الصدد. وكما تعرفون أيضا بلدنا
هو منتج أساسي للنحاس والمنغنيز والكوبالت، وهذه مطلوبة في إنتاج السيارات والكهربائية والبطاريات، ونحن أيضا نتناسق في هذا المجال. هذا أمر محوري بالنسبة لنا، ونحن نريد أن نعرب عن امتناننا لكل الأشياء التي تعاوننا في صددها. وفي خصوص التربية سيدي الوزير، حكومتنا وشعبنا ممتنون لكم على المنح التي تقدمونها، فلدي العدد من الطلبة أكثر من 300 طالب هنا يتم احتضانهم من قبل حكومتكم لمساعدة حكومتنا في تعليم شبابنا. وتماشي مع ذلك اتفقنا مع السيد الوزير بوريطة بأن نحن الآن ننظر في شق التدريب المهني والتكوين المهني لفائدة شبابنا. إسوة باقي البلدان الإفريقية، زامبيا لديها تنعم بكم من هائل من الشباب، ومعظم شبابنا يمثل حوالي 600 شباب. إحدى السياسات الأساسية لدينا في زامبيا هي قضية التربية المجانية والتعليم المجاني، والتعليم المجاني من القسم الأول إلى القسم الثاني عشر. بعد ذلك نحن في حاجة إلى مزيد من الدعم ومزيد مجالات التعاون، وأنتم في الواقع أفضل شريك لنا بالنظر إلى سجلكم الجيد وما يمكن لكم أن تقومنا ما قمنا به وما سوف نقوم على هذا السنوات. مجددا أشكركم سيدي السفير، تحدثنا سيدي الوزير تحدث بشكل كبير هذا اليوم، وتحدث هذا كان نقطة انطلاق لنا في مجالات أخرى نتطلع إليها في قريب الأيام. وشيء آخر لا ينبغي أن ننساه هو أنه بسبب زيارة صاحب الجلالة للأوساكا في 2017، فرئيسنا عبر عن رغبته في أن يبادل الزيارة بزيارة إلى المغرب قريب الأيام في تواريخ يمكن أن نتفق عليها أنا والسيد الوزير مع بسرعة الحال باعتماد من رئيسنا وصاحب الجلالة. شكرا لكم على شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.